السلام عليكم. اليوم عندي عصير حار شحوم، عصير مواد متكونه موجوده عندنا بالبيت، يعني ما بي اي اضرار، مجربينه بعده تجارب. اول شيء نخلي اربع ليمونات ونعصرهم. قدرين تقدر قدرين تستخدمينه مره او مرتين باليوم، استخدمه قبل ابعد العيوق عن ما يؤذي المعده وقبل العشاء. العفو بعد العشاء. قبل الريوق بعد الريوق وقبل العشاء مرتين باليوم تستخدمينه. نزلت بالشهر ما يقارب ال 9 الى 12 كيلو. قلنا ليمونتين، خاشوقة كمون، خاشوقة نعناع، المي دافي يعني مو حار، إذا المي حار راح يروح من فوائد العصير. مي دافي هاي الكمية، ونخليه 10 دقائق لحد ما يخدر. وألف عافية وتحياتي.